انا عاوز اقول اتفضل. لحاجه. انا النهارده من فتره طويله اول مره احس بصوره الرياضه الحقيقيه، ايوه اللي هي ان انا بروح المباراه بستمتع بغض النظر عن النتيجه. ايوه انا شايف النهارده صوره حلوه ومحدش فارق مع النتيجه، سواء من جماهير النادي الاهلي او جماهير النادي الزمالك. جماهير النادي الاهلي راضيه، كسبت بطوله. جماهير نادي الزمالك راضيه، كسبت فرقه جايه الفتره الجايه مع مدرب واضح انه مدرب كويس وعنده شغل، والناس استمتعت باجواء المباراه. مش هقول احنا زي ما قلنا كده الفنيه، نخلي فنيا دي اخر حاجه، صح. ولكن الناس النهارده استمتعت بالناس اللي قاعدين في مصر بيتفرجوا، استمتعوا بصوره حلوه. الناس اللي في المدرجات استمتعوا باجواء حلوه وجميله ومنافسه وروح رياضيه شريفه. اتمنى ان دي تبقى الصوره اللي جايه قدام. طيب احنا الاهلي كسب المباراه النهارده كابتن احمد، كسب البطوله تمام، وطبعا بنهني النادي الاهلي، بس الاهلي ظهر بمستوى غير المتوقع. على فكره الزمالك كمان ظهر بمستوى غير المتوقع، يعني افضل من المستوى تمام. المتوقع منه. ليه الاهلي النهارده ظهر بمستوى اقل من المتوقع؟ يعني خلينا نقول طبعا مبروك النادي الاهلي، طبعا مبروك لجماهير النادي الاهلي، مبروك لمجلس اداره النادي الاهلي. بطوله جديده بتضاف لسجله وتاريخه كاكبر نادي في مصر حاصل على بطولات. النادي النهارده النادي الاهلي فنيا النادي يعني من اقل المباريات للنادي الاهلي. صح. واضح ان انا مش لاقي اسباب، عاوز اقول ممكن يبقى في ارهاق للعيبه على المستوى الفني داخل الملعب. نادي الزمالك كان قاري النادي الاهلي كويس. النادي الاهلي الفتره الاخيره بيلعب معظم شغله من على الاجناب. النادي الاهلي النهارده ما وصلش خالص من على الاجناب، لا شفنا علي معلول، لا شفنا محمد هاني، فده يرجع برضه لنادي الزمالك. احنا لا نغفل دور نادي الزمالك النهارده في قرايه النادي الاهلي بشكل كويس فنيا، عشان كده وقفه بشكل كبير، وقف الترفيه بتوع النادي الاهلي اللي الفتره الاخيره بيشتغل بيهم بشكل كبير. عشان كده النادي الاهلي شوط تاني في الاخر لما لعب من العمق بعد نزول قفشه سبب خطوره. النادي الاهلي ممكن يعني ده سبب الارهاق، سبب سافر كتير الفتره الاخيره، لعب مباريات كتيره. النهارده زي ما حضرتك بتقول نادي الزمالك فورمته كويسه، شكله كويس، قاري النادي الاهلي بشكل كويس. طبيعي لما تكون فرقه بتلعب وفرقه قارياها بشكل كويس وقافله عليها مفاتيح لعبها اكيد هيبقى مستواها غير المتوقع طبعا. طيب